هي الحرب من فرضت على السكان حمل السلاح للدفاع عن مدينتهم، إلا أن تعز لم تتخلى عن سلميتها في مواجهة عنف الميليشيا. فبينما تطوق الحرب المدينة منذ أشهر، يستغل الناس هنا ما أتيح لهم من الوقت لتنفيذ أنشطتهم السلمية من مظاهرات ووقفات تضامنية. هنا يقف العشرات في وقفة تضامنية مع المئات من المختطفين والمخفيين لدى الميليشيا، مطالبين بسرعة الإفراج عنهم. من تم رصدهم بالآلاف، بينما بلغ من تم توثيقهم بالاستمارات والشهادات والبيانات الكاملة 431 حالة إخفاء قسري و105 حالات تعذيب جسدي. تدعو المنظمة كافة الهيئات والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية إلى القيام بواجبها القانوني والإنساني تجاه المختطفين والمخفيين قسرا في اليمن. الوقفة التضامنية التي دعت إليها منظمات المجتمع المدني تأتي في إطار إبراز قضية المخفيين والدفع بها لتجد لها مكانا بين أجندة المتفاوضين في الكويت، باعتبارها أولوية لاختبار حسن النوايا. نناشد المجتمع الدولي والإقليمي وخصوصا مؤتمر الكويت بالضغط على جماعة الحوثي وصالح بسرعة الإفراج عن المعتقلين والمختفين قسرا. في تعز تتنوع انتهاكات الميليشيا وأساليبها القمعية بحق السكان، فمن نجا من القتل لا يجد له عاصما من الاختطاف والإخفاء.